ومن الحاجات الحلوه كمان اللي موجوده في العلمين الجديده، انه زي ما هو موفر ناس كتيره جدا تقدر تيجي الساحل وتتبسط بالعلمين الجديده، هو موفر كمان تنوع كبير جدا جدا في الفعاليات اللي موجوده. يعني حتى على مستوى الحفلات الغنائيه او الفعاليات الفنيه هتلاقي دايفرستي، هتلاقي كم يعني تنوع غير طبيعي من اقصى اليمين لاقصى اليسار في كل الاذواق الفنيه اللي موجوده. اقربهم هتلاقي الجمعه اللي جايه حفله لسعاد ميسي ومسار اجباري وحمزه نمره، هيكسروا الدنيا ان شاء الله يوم 16/8 يوم الجمعه اللي جايه، كمان 3 ايام هنا في مدينه العالمين الجديده واحده، ان شاء الله هتكون من احلى واجمد الحفلات اللي هتتعمل فيه مهرجان العالمين الجديده. وخلي بالكم الاسبوعين اللي جايين دول هيبقى فيهم مفاجات كبيره جدا 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 في مهرجان العالمين الجديده. هنروح نشوف البرومو الخاص بالحفله دي ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل هتكون معانا الزميله والصديقه العزيزه الاعلاميه الكبيره الاستاذه ريهام السهلي رئيسه قناه دي ام سي. خليكم معانا. العالم في العالمين، في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل ثانية، على مدار اليوم، في كل مكان في مدينة العالمين. فعاليات ما بتنتهيش، وأقوى الحفلات الغنائية في أجمل مدينة على ساحل البحر المتوسط، مع أقوى نجوم مصر والوطن العربي. الجمعة 16 أغسطس، النجم حمزة نمرة والنجمة سعاد ميسي ونجوم فرقة مسار إجباري في يو أرينا. ركز يا قلبي في اللي جاي، وألف شكر للي باع، ما صنش حتى بق شاي، سلام يا 300 وداع، مشاعرنا مش لعبة. بس انت غني ومين كتر المواويل. دلوقتي تقدر تكون جزء من الحدث وتحجز تذكرتك على موقع تذكرتي. الصيف السنة دي كل متعة، كل إبهار في مهرجان العالمين. العالم عالمين.